اسال يا بلسم باشا، اتفضل براحتك. هو انت ليه كنت مترحل معانا على الطياره لاندونيسيا؟ هو انت اصلا اندونيسي؟ لا انا مش اندونيسي، انا من دمياط، ودمياط دي جنب دمياط. دمياط؟ ايوه، بس اصل الموضوع كبير قوي ويطول شرحه. ما تحكي يا اخويا، احنا ورانا حاجه. الحكايه ابتدت من محل ست الحسن. محل ست الحسن ده اللي جنب سوبر ماركت الباشا؟ ايوه، في شارع تومان باي. تومان باي باي، الله ينور على حضرتك. رحت اجيب هديه لمراتي اصالحها بيها، اصل انا يوميها ده شملتها، جبت لها كسر في الترقوه والرقبه. رحت جبت لها عروسه بتقول بابا وماما. بابا ماما، الراجل جربها لي وكانت زي الفل في المحل. رحت هناك البيت لا قالت بابا ولا ماما، يا نهار اسوح. رحت قلبها على ظهرها لقيتها مكتوب عليها ميد ان اندونيسيا. قلت لا، فرج اتنصب عليه، فرج ما يتعلمش عليه للدرجه دي. هي طبعا حركه مش ظريفه من اندونيسيا. طبعا الدم غلي في عروقي. رحت رايح على المطبخ وساحب سكينه المطبخ، ما دريتش بنفسي غير وانا فوق سطوح السفاره ومثبت السفير وبقول له يا تجيب لي حقي لا اما ادلوهك من فوق السطوح. وبعدين ولا قبلين يا شاء السميع العليم ان فراشه بالوانها الزاهيه توديني انا في داهيه. وايه علاقه الفراشه يا فرج؟ الواد فرج اصله من هواه جمع الفراشات، اول ما شاف الفراشه من هنا جري وساب الحبل اللي كان رابط السفير. السفير اتزحلق اتزفلط وقع، شلت انا الليل. يا لهوي، وبعدين؟ ولا قبلين البوليس مسكني بقى وبعتني على اندونيسيا عشان اتحاكم هناك. وبعدين؟ ولا قبلين يا ست الكل، ما انا لاجئ معاكم على الجزيره ما رحتش في حته. صحيح. طب ما عندكش حكاوي تانية؟ اصل انا مش عايزه انام يعني وعايزه اتسلى. لا انا عايزه انام ومش عايزه اتسلى. طب ما عندكش شخصيات تانية؟ اصل انا زهقت من فرج الطيب وفرج الشرير دول. لا ده في الجزء التاني وعلى خير باذن الله. طب خلاص بقى، دام ما عندكوش حكاوي ومش هتسلى هروح انام. انا هنام في العنبر دول وانتوا ناموا في العنبر التاني ونبقى نشقر على بعضين. ماشي، انا هروح انام انا كمان. والله تروحوا تناموا يا جدعان، انتوا شكل الاكل ما عجبكوش، انتوا ما كملتوش اكلكم. كرايه استعتاب، ده خمس طبقات، لكن انت شكلك ما اكلتيش. لا والله انا شبعت الحمد لله. انا بصراحه الرز ما عجبنيش، الحاجات السودا اللي فوق ديت يعني طعمها وحش قوي. اصح انت جبت الفلفل الاسود منين؟ لا ده مش فلفل اسود، ده سوس. ايه سوس؟ ما تتخضيش، هو قصده صوص بس هو مش عارف ينطقها. صوص ايه يا راجل يا سوس؟ ده سوس. صوص اللي هو الصلصه. صلصه ايه يا باشا؟ ده سوس. الحشرات يا جدع. سوس، ايوه الحشرات ديت. سوس. اصل انا بفتح الجوال لقيت الرز غرقان في السوس، قلت هنقي السوس واخد الرز، قلت لا يتعملوا كلهم شقله واحده كده، وهو الميه السخنه لما تتسخن تموت المكروب. انتوا بس ممكن يعني تلاقوا 12 واحده 13 واحده كده بيلعبوا، اركنوهم بس على جنب عشان هننشفهم واشرب. بس اعمل عرق السوس الصبح. لا حول الله، مالكوش في الطيب نصيب. اه يا عمي، انا مالي متفشفشه كده ليه؟ بس الصراحه نمت نوم عميق. يا باسم يا فرج، باسم فرج، العيال دي راحت فين؟ يا باسم يا فرج، باسم يا فرج، ليه كده هو تمشوا وتسيبوني؟ تسيبوني لوحدي؟ الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري لا يخجل ولا يختشي. ده الغريب لقيته حن، والقريب شيطان وجن، حاجة تهبل أو تجن، والمشاعر من إزاز، ملعون أبو الناس العزاز، اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. الله الله الله. انت فين يا نيلة انت وهو؟ ما احنا قاعدين يا ستة اهو متلقحين، لا رحنا في حتة ولا نيلة. ما تخافيش، مش هنسيبك ابدا ابدا ابدا. ايه رايك يا بلسم باشا؟ في مين؟ في الجوهره ديت. عتاب الزغبي؟ ايوه. رائعه. انا باجي لها من طنطا والله، بس انا زعلان منها فعلا. ليه يا فرج؟ عشان بتقول ملعون ابوكو. لا، هي قالت ملعون ابوكو يا ناس يا عزاز، احنا مش عزاز. فح، احنا ناس لزاز. لزاز قوي. وبعدين يا عتاب، بدل ما تبركنا وتبل الشربات، احنا مش الحمد لله جبنا امتياز في الندالة. صح،
فين الشربات يا عتاب؟ وفين العجل اللي انت وعدتنا بيه؟ طب خلاص سفرينا مارينا حتى نصيف ولا ايه؟ انتوا قاعدين تستظرفوا ومش خايفين عليا؟ انا فكرت ان انتوا مشيتوا وسبتوني. هنمشي ونروح فين بس؟ ملعون ابو الناس اللزاز. ايه ده؟ يا قالت ملعون ابو الناس اللزاز كمان؟ لا لا معلش الناس اللزاز. لا تقصد هي لسه عيلة اللزاز انا سامعها بودني. انا سمعتها التليفون الهزاز. التليفون الهزاز؟ اه. اذا انا فعلا غلطان. معلش. مع السلامه يا فندم. ازعجناك يا فرج باشا. لا 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 ازعاج ولا حاجه يا بلسباشا. بجد صحيناك بدري. معلش يا فندم. لا نعمل ايه؟ معلش يا فندم. انا لازم اصحى في الميعاد ده اتريض. طيب تؤمر بحاجه يا فندم؟ الله يخليك يا فندم. طب عاد اذنك انا. اتفضل يا فندم اتفضل سعادتك. انا مش فاهمه يعني انتوا ما صحتونيش ليه؟ يا خفيف منك ليه؟ تعالي يا عتاب شوف المفاجاه اللي احنا عاملينها لك. يا ترى ايه؟ احنا لقينا خريطه وعرفنا احنا موجودين فين بالظبط. موجودين فين؟ في اللالالان. بلا الظرف انت وهو. مش ظرف يا بنتي زي ما بقولك كده. اللالالان دي جزيرة اهو. جزيرة دي اللي هي هنا هي دي. جزيرة تقع ما بين تايلاند واندونيسيا. جزيرة خالية من كل حاجة. وبعدين يعني استفدنا ايه بقى اما عرفنا؟ ايه الرخامة دي؟ هو انت ليه محبطة كده؟ يعني ايه استفدنا ايه؟ عرفنا على الاقل احنا موجودين فين؟ ماشي عرفنا احنا موجودين فين، فين الاستفادة بقى؟ لا ما احنا ما لقيناش الخريطة بس، احنا لقينا حاجة كمان. ايه دي؟ يعني امسكية رمضان؟ لا دي مش امسكية رمضان، دي ورقة نتيجة. مكتوب فيها تاريخ 15 أكتوبر 2010. يا لهوي يما! احنا ركبنا آلة الزمن ورجعنا لسنة 2010؟ عتاب الموضوع مش مستحمل غباء. 15 أكتوبر ده عيد ميلاد بلسم باشا. كل سنة وانت طيب يا بلسم باشا. عفريت طلعت مزام بقى اني افتكرتك عقرب لعصراء. ده طور من ساعة ما عرفناه اخوه هو عمال ينطح فينا. ما انت عشان لابسه احمر يا عتاب. غيري بس البلوزة دي وهو مش هينطح في الكلام. انتوا مش بني ادمين، انتوا قرود، كلكم قرود. بقولك ايه يا اخويا، بدل ما انت عمال تقعد فينا كده هو نفهمنا قصدك ايه؟ انا فاهمك انا فاهمك. 15/10/2010 ده مش عيد ميلادي، ده تاريخ اخر ناس كانوا موجودين هنا على المكان ده. هو يعني بعد 15/10 بيوم ما كانش في حد موجود هنا نهائي. ايوه فايه يعني؟ ولا فايه؟ فايه؟ فين الاستفاده؟ ما اعرفش فين الاستفاده، ما اعرفش، بس اللي احنا عرفناه ان الناس كانوا هنا من 7 سنين. انا هقول لك بقى على الاستفاده. الرز اللي احنا كلناه امبارح بقاله 7 سنين. هو ده اللي لفت نظرك ان الرز بقاله 7 سنين؟ ايوه. طب ما ممكن يكون الرز اللي كلناه امبارح دوت كان عندهم اصلا من 7 سنين، فاحنا كده الرز اللي كلناه امبارح يبقى من 14 سنة. وانت عرفت منين؟ إيه؟ عرفت ايه؟ عرفت منين؟ إيه؟ عرفت. بقول لك افرض يا عتاب. بقول طيب يعني الخلاصة ان احنا هنعيش هنا هون بقية حياتنا. انا هروح اكل. تعالي يا بنتي. راحة فين؟ راحة فين؟ لسه ما قلتلكيش على أهم حاجة لقيناها. ايه؟ شفته يا اخويا وجربته طلع خربان وما فيهوش حراره. تمشيتي ورا السلك. وانا لا مؤاخذه امشي ورا السلك ليه يعني؟ قول لها يا بلسم باشا. عشان يا غبيه طالما في تليفون بسلك يبقى اكيد السلك دوت بيوصل لحد البوكس بتاع التليفونات. يبقى لو رحنا وعرفنا مكان البوكس بتاع التليفونات وعرفنا ايه العيب اللي في التليفون وصلحناه واتصلنا باي حد هيجي ينقذنا. بعد اذنك يا بلسم باشا سيب لي موضوع التليفون دوت، انا راجل كول سنتر قديم وليا خبره في المجال ده. انا معتمد عليك يا فرج. تلاشى يا بلسم باشا. بعد اذن حضرتك. استنى خدني معاك. تيجي معايا البوكس؟ اه يا ريت. تقريبا دي الاوضه اللي بتوزع الكهرباء على المكان كله. شكلها كده العقل المدبر بتاع المكان. عندك حق، هي فعلا اوضه الكهرباء. هو مليانة كهرباء يا سعادة البي. بص ده ايه بتعمل؟ انت في ايه يا سعادة البي؟ اضافي ايه؟ ما تلمس اي حاجة. ليه؟ لا مؤاخذة عشان خاطر البصمات؟ لا عشان الكهرباء. الكهرباء يا سعادة البي ما هي شغلانتي، لازم المس كل حاجة عشان اعرف اشتغل فيها. الله ما تخافش بس كده يعني، انت قلبك رهيف. انا بخاف من الكهرباء قوي الصراحة. ايه ده؟ دي جريمة. جريمة ايه؟ في حد قطع السلك ده بآلة حزة. اه فعلا. يعني ايه بقى آلة حزة؟ الحزه دي اللي بتحز في الحاجه بتقطعها. وبعدين يعني يا دكتور فيه امل ولا مفيش؟ في امل يا استعتاب، في امل طول ما ربنا موجود. المؤاخذه بس اعمل لنا كوبايتين شاي ربنا ينجحنا في المقاصد.
ماشي، وكان عندنا حتة تورتة قادمة في التلاجة، بجيبها له؟ هاتي لي التورتة كلها. هو ده غريب. ربنا يبارك لك يا سعادة البيت. ربنا يبارك لك يا عتاب هانم. والله المهم هتخلص امتى؟ نص ساعة، تلات ساعات، وأول لمبة تنور هديك حصة يا سعادة البيت. طيب اتكلوا انتوا على الله بقى وسيبوني في حالي عشان الحاجة دي عايزة مزاج. ماشي استأذنك، يلا بينا يلا بينا. كهربا كهربتك. أكيد يا سعادة البيت. الله، ده أنا بشتغل أخويا. مع السلامة يا سعادة البيت، ربنا يبارك لك في المدام. ناس طيبين أوي.